صباح الخير. صباح النور. أنت منيحة؟ أنا سيئة، وطول الوقت وأنا عم بتدور ببالي كل الأمور اللي صارت، واللي بقصده هو يا نور إنه كيف ناريمان عرفت بالمكان الموجود فيه ماجد بالضبط؟ مين ممكن يكون خبرها برأيك؟ ما دخلني، ما دخلني. ليش انتي على طول بكل الامور اللي مو منيحة بتحاولي تتهميني؟ لانه اللي بتدافع عن ناريمان على طول بيننا هي انتي. امبارح بالليل حكيتوا على التليفون؟ يعني امبارح اجت على الشركة بس وعم تقوليها بلسانك؟ لا نيفين، انا بنوب ما قلت له وين انتوا لناريمان. انتي خربتي كل شي يا نور. عم قلك ما بعرف من وين عرفوا مكانه. ماجد لنقصه سويت كل شي بقدر عليه امبارح، كل شي عملته مشانه نور، بس بالأخير ماجد أخذ ناريمان ومشي وتركني. بتصدقي إنه دبرت 10 مليون مشانه؟ شو عملتي؟ شو عم تحكي؟ يكسر إيديكي، أنت بدك تفلسينا مشانه؟ حبيبتي؟ نعم. مو مصدق امتى شوفك اليوم. انت عم تخطط لشي ما بعرفه، بس جاي. ناريمان، لو سمحتي ما تتأخري. طيب. ناريمان بحكي بعد شوي. بفضل نيفين انت هون، ومع هيك وبكل وقاحة ناريمان وانت عم تقضوا وقتكم كأنه ما في شي. سليم بيك، ناريمان بنت اختك، تذكر اذا نسيت، وياريت تنتبه وانت عم تحكي عنها. نيفين بنتي وهي أهم، مشان تنقذ لك حياتك وتبقى عايش، ومشان توفي ديون أبوك وتحل مشاكلك عملت المستحيل بنتي وانت مسائل. بدون ما أنا أطلب، وأبي هو صاحب الديون، ما دخلني، بس ديوني بوفية وما تاكل هم. أنا لو شو ما صار رح رد ديوني للي جمعني بناريمان. بحياتي هالشي ما رح أنساه، ورح أدفعه سليم بيك. سليم بيك، سمعت باللي صار معكن وجنيت من قهري. تفاجأت كتير وش انصدمت بالقصة كلها. يلا منيح ماجد بيك نفدتو منن. نيفين خانهم كمان، برافو عليها والله. و10 مليون دولار مبلغ مو قليل. ايه هاد العشق يعني ما بيوقف قدامه شي. 10 مليون دولار دفعت؟ ما عندك خبر مو دريان؟ ارجوك انه تعذرني، اسفة بس انا والله بالغلط سمعته للموضوع. ليلى خلينا لحالنا. نيفين، 10 مليون من وين جبتيون؟ بابا ما كان فيني اترك ماجد يموت بلا ذنب. وانا عم بسأل هلأ، 10 مليون دولار من وين جبتيون؟ بلا لف ودوران جاوبي. الشركة مرهونة للبنك.